السياق قال نائب عن سائرون صادق سليتي أن القوى السياسية منقسمة لتعبر عن 5 مقترحات وأن كل منها يمتلك مقترحا بشأن قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن هناك 15 مادة متبقية متعلقة بتعدد الدوائر الانتخابية وحدودها الإدارية وعدد الناخبين والمرشحين لكل دائرة. وأضاف أن القوى الكردية ترغب في أن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة، أما القوى السنية فترغب في أن تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة، والقوى الشيعية بعضها ترغب في تقسيم المحافظة إلى 3 دوائر انتخابية، موضحا أن سائرون ترغب في تعدد الدوائر الانتخابية في داخل المحافظة وبأن يكون كل مرشح دائرة انتخابية واحدة.